قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه: ليكن الداعية آمرا بعلم ناهيا بعلم، وليكن رفيقا في أمره رفيقا في نهيه. لماذا هذه العبارات؟ الأمر إذا لم يكن على علم والنهي إذا لم يكن على علم حصرت المسألة. ولماذا يكون الرفق في الأمر والرفق في النهي؟ لأن الداعية إلى الله عز وجل لابد أن يتخذ الوسيلة المناسبة في الرفق في دعوته إلى الله عز وجل. ثم قال الجملة الثالثة، قال ليكن حليما فيما يأمر حليما فيما ينهى. إذا عبارته أن يكون عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى، حليما فيما يأمر حليما فيما ينهى. لما؟ لأنه لابد في الأمر والنهي من العلم، ثم لابد من الرفق في الأمر والنهي حال الدعوة إلى الله عز وجل لتكون الدعوة ناجعة. ثم بعد هذا العلم في الأمر والنهي والرفق في الأمر والنهي لا يظن أن الطريق ممهد له، ولذا قال ليكن حليما فيما يأمر حليما فيما ينهى، فقد يتعرض للأذى. ولذا قال عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فليصبر على الأذى. وقد قال ابن القيم رحمه الله: من حقق ما جاء في هذه السورة وهي سورة العصر أصبح من العلماء الربانيين الذين ربوا نفوسهم على طاعة الله عز وجل وربوا غيره. الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. ملخصها: العلم، العمل، الدعوة إلى الله، الصبر على تحمل الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذا قال الشافعي رحمه الله: لو لم تنزل إلا هذه السورة على الناس لكفتهم.